كلشي كلشي. لا لا يركع شوف اسمع دفاع 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 لا يركع يا وهبي ويا وزير والدفاع رمز التغيير يا وهبي ويا وزير والدفاع رمز التغيير كما يقفون بانتظام نحن نقف ايضا بانتظام
كاين هو انتظام هنا. هو هذاك هو هذاك هو هذاك. أنا غير الجديد وهو أنه البارح من بعد الجلسة الدستورية عقدنا كنائبة أولى ديال لجنة العدل والتشريع عقدنا واحد الاجتماع وخرجنا فيه بقرار استدعاء السيد وزير العدل لجنة العدل والتشريع باش يجلس معنا ونناقشوا معاه عدم دستورية هذا القرار اللي كيبقى في كل الأحوال غير قانوني ولا يرقى إلى درجة نص القانوني. أوليك أنت وهي وهبي. أوليك أنت وهي وهبي. أوليك أنت وهي وهبي. أوليك أنت وهي وهبي. وبالبدلة راك وصلتي. وبالبدلة راك وصلتي. أوليها راك انكرتي. أوليها راك انكرتي. وتقدمنا كذلك في إطار ما يسمى بالإحاطة داخل أجل ديال 48 ساعة سؤال شفوي وآني غيتقدم الأسبوع القادم في الجلسة الدستورية للسيد وزير العدل وإلا كان عنده شي وجه علاش كيحشم خصو يجي الجلسة الدستورية وخصو يقبل السؤال الآني والطارئ ويجي الجلسة الدستورية ويجاوب عليه. وإلى غاية يوم إذن خصنا نبقاو معتصمين. أنا كنقول ما يمكنش يجي العرس تفليو ويعطس هذا لأن إذا كنا هذا قرار
قرار تيقود به كيقود به الهيئه ديال المحامين، باغي يوصل به رساله اللي حنا اكيد اننا فطنا ليها بهذا التلاحم ديالنا، بهذا الوقفه، بهذا الاصرار ديالنا. هذا قرار اللي ما خصوش يتمرر علينا، ما خصوش يتمرر علينا، وبطبيعه الحال خصنا نستمروا الى غايه التراجع على هذا القرار هذا اللي ما مفروضش على الاطباء. اش لقيتو في الحصيله؟ هاد الجهه هاد الجهه، اش لقيتو في الحصيله؟ وزيرو في الحصيله. اش لقيتو في الحصيله؟ وزيرو في الحصيله. اللي جيتو العداله. اش لقيتو في الحصيله؟ وزيرو في الحصيله. اش لقيتو في الحصيله؟ وزيرو في الحصيله. اذا خصنا نبقاو متحدين. هذا قرار هذا قرار اللي ما خصوش يتفرض علينا. ما يمكنش اننا حنا اللي كنمثلوا مصالح ديال المواطنين نجيو تلحقنا ونسكتوا عليه. ويا وهبي شوفوا سماع، ويا وهبي شوفوا سماع، وللدفاع ساتركا، وللدفاع ساتركا، ويا وهبي شوفوا سماع، ويا وهبي شوفوا سماع، وللدفاع ساتركا، وللدفاع ساتركا، ويا وهبي شوفوا سماع، ويا وهبي شوفوا سماع، وللدفاع ساتخضع، وللدفاع ساتخضع. اشتركوا